مجرم ياهن يلتف حولي يشعل قلبي وهجا يغني بعد غفوة في الليل دامت سهوا أصوات تروي لنا كيف يكون السفر بعيدا عن حولنا فرصة في وقت يتلاشى قبل الموت وهم أم حلم يسلبني من غرض في عقلي يرفضني سحرا وخيالا في نفسي فتراه مبهما وخفيا ربما فوق السماء يا ليلي يا ليلي يا كيف يكون السفر بعيدا عن حولنا فلا مجال وهل رأيت الناس تطير من قبلنا فلأجرب سكوتا قليلا